ومن أخبارنا المحلية خلينا نروح نلقي نظرة على الأخبار العالمية وزيارة مفاجأة للرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بعد مرور حوالي سنة على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. بدأ في فبراير السنة اللي فاتت 2022، احنا دلوقتي خلاص في فبراير 2023، تقريبا سنة على هذه الكارثة أو هذه الحرب أو هذا التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. زيارة بايدن الحقيقة هي مفاجأة للعالم كله، لأن ما كانش معلن عنها، ده أولا، يعني الزيارات اللي بهذا الشكل بيكون معلن عنها، فكان في كده خطة اتعملت علشان بايدن يدخل إلى الأراضي الأوكرانية. كان الجدول المعلن من قبل البيت الأبيض، جدول الرئيس، بيقول إن هو هيكون موجود في واشنطن، ما فيش أي حاجة خالص، وإن هو خارج حتى في عشاء مع زوجته، يعني كان في كلام كده تم حتى تداوله من قبل نيويورك تايمز ان بايدن هو خارج يعني بيأدي دوره عادي جدا، ويعني زي ما احنا شايفين كده بايدن النهارده موجود في اوكرانيا مع الرئيس الاوكراني زيلينسكي. على كل حال طبعا زي ما قلت لحضراتكم ظروف الزياره كانت مختلفه، ف يعني ما كانش معلن عنها، وبايدن دخل الاول الاراضي البولندية، راح بولندا، ومن بولندا استقل قطار علشان يدخل لأوكرانيا، فالعالم كله اتفاجئ بأن بايدن النهاردة موجود في أوكرانيا. ماذا يعني سرية هذه الزيارة؟ وماذا يعني وجود بايدن في أوكرانيا بعد مرور حوالي سنة على التدخل الروسي الأوكراني؟ مهم نحلل هذه الزيارة وما سينتج عنها بكل تأكيد، لأن كان في تصريحات من قبل روسيا بأن وصفوا هذه الزيارة بالاستفزازية وخلافه. يعني على كل حال معانا على التليفون دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة واشنطن. مرحب بك يا دكتور معانا. أهلا وسهلا وسعادة الجميع، وكل سنة طيبين بمناسبة بدء الصوم الكبير. عاد الله كل الأيام الحلوة دي على الجميع بالخير. كل سنة وحضرتك طيب وبكل خير يا دكتور، ويعني دايما بنسعد الحقيقة بوجود حضرتك معنا. وزيارة مهمة النهاردة وسرية للغاية كانت يعني بتحصل النهاردة في أوكرانيا من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن. أولا لماذا تم التكتيم على هذه الزيارة، ولماذا كانت بهذه السرية اللي احنا شايفينها؟ هو طبعا يعني كان من المفروض ان تكون هناك سرية وتعتيم عن تلك الزيارة لأنها زيارة مهمة، لكن كان في اخطار للطرف الروسي لأن بايدن هيتوجه لأوكرانيا، وده علشان يمنع أي نوع من مثلا إطلاق صاروخ أو اعتراض مسار الرئيس بايدن. يعني الطرفان عندهم ما يعرف في العلاقات الدولية أو السياسة الدولية باسم كود أوف كوندكت. يعني روسيا كانت على علم يا دكتور بان بايدن هيكون في اوكرانيا. تم اختارهم ووافقوا، لان طبعا هم عارفين انه يعني زياره لن تفسر عن اي نتائج غير ان هي نوع من الزياره يعني خاضعه لعوامل البروتوكول. فتم اعلان الطرف الروسي والتزموا بتامين سلامه الرئيس الامريكي داخل وبعد ما يخلص الزياره داخل اوكرانيا بعد ما يخلص الزياره، فده امر كان متفق عليه. وطبعا تحركات الرئيس الامريكي بتتسم بالسريه، فالتعتيم كان ضروري لحمايه الرئيس الامريكي. طيب اذا كانت روسيا نفسها كانت تعلم بهذه الزياره، لماذا التعتيم ايضا؟ يعني ليه كان في حتميه السريه لهذه الزياره في ظل ان الخطر اللي ممكن يهدد هذه الزياره ممكن ياتي من قبل روسيا؟ ما طبعا يعني هو بايدن بيتوجه الى دوله في حاله حرب مع روسيا، فبالتالي يمكن تفسيرها على انها ايضا استفزاز لروسيا او محاوله لدعم المجهود الحربي لاوكرانيا ضد حربها مع روسيا، وبالتالي خساره لروسيا. فيعني روسيا التزمت ب يعني قواعد البروتوكول، يتم تامين سلامه الرئيس الامريكي. طبعا هم هيصدروا رسالته اللي بيطلقها من كييف عاصمه اوكرانيا، لكن يعني ما هو غرض الزياره؟ هو طبعا دعم اوكرانيا ومحاوله يعني خلق نوع من الدعم المتزايد الدولي والاوروبي بالتحديد في قضيه اوكرانيا في صراعها مع روسيا. وكما لاحظ الاعلام الامريكي النهارده ان كل طرف بيسعى الى الحصول على تأييد من طرف اخر. يعني النهارده في نفس اللحظه اللي
بيتوجه فيها رئيس امريكا لاوكرانيا يتزامن هذا مع زياره وزير خارجيه الصين لروسيا. صحيح. امريكا بتدعم اوكرانيا، الصين بتدعم روسيا، ففي نوع من الاستقطاب الدولي الجديد ما بين موسكو وواشنطن سيستمر لفتره ما، لكن يعني لا اعتقد ان هناك نهايه سريعه للحرب جراء هذا الاستقطاب، وايضا لان روسيا ما زالت تحاول تحقيق اهدافها في اوكرانيا، وهي هزيمه قويه لاوكرانيا يعني لن تتعافى معها بسهوله. دكتور نبيل، لو هنتكلم عن التصريحات المباشرة اللي خرجت النهاردة من بايدن أو من زيلينسكي في المؤتمر الصحفي اللي العالم كله النهاردة كان بيتابعه في إطار هذه الزيارة، من وجهة نظرك يا دكتور أهم هذه التصريحات وما تحمله من دلالات؟ هو طبعا هناك الإصرار بأن أوكرانيا قضيتها عادلة، بأن أمريكا ستستمر في الدفاع عن أوكرانيا، الدفاع عن الديمقراطيه وقضايا السلام والعدل والحريه في الحضاره الانسانيه وفي نظام العلاقات الدوليه. لكن كما ذكرت في المحطات السابقه، المعادله السياسيه في اوكرانيا كالاتي: ان بوتين باستطاعته انهاء الحرب لانه عنده قوه عسكريه اكبر. ثانيا، حتى الان لم تستطيع امريكا تكوين تالف قوي ضد روسيا. يعني مثلا ايام حرب الخليج كان في تآلف، سواء في عام 1991 بعد لما العراق غزا الكويت، او في حرب الخليج الثانيه مع بوش الابن، كان في تآلف دولي. يعني حتى من غوليا بعثت قوات لبغداد سنه 2003 وضحكوا عليه وقالوا المغول يعودون بعد انهاء الخلافه العباسيه 2058. فالمشكله مع سياسه امريكا منذ ايام اوباما وترامب حاول يغير شويه انه عاوز ينافس موسكو، فحتى الان الخطاب بلاغي، لكن لا توجد اليه فعاله لهزيمه موسكو. موسكو ما زالت عسكريا اقوى من اوكرانيا حتى مع ارسال الدبابات من امريكا او من المانيا لاوكرانيا. فبوتين هو القادر على انهاء القتال. المعادله بكل بساطه ان روسيا قد تقصد القتال كما تحصل مثلا 6 اشهر لسنه او اكثر شويه، بس مش هترجع الاراضي اللي استولت عليها من اوكرانيا. حتى الان يقدر ان حوالي 15% ل 20% من الاراضي الاوكرانيه حوزت روسيا. اذا حضرتك ترى يا دكتور ان نهايه هذه الحرب لما ترجعوا الارض نهايه هذه الحرب يا دكتور من وجهه نظرك هتكون من قبل روسيا وهتكون بهزيمه اوكرانيا وليس العكس؟ هي مش حكايه هزيمه، لان برضه روسيا ما حققتش كل اهدافها، بس القضيه الشائكه اللي لازم اي اداره امريكيه تفهمها، وحكومات اوروبا يمكن تفهمها شويه اكثر عن امريكا، ان هم يعني بلادهم خضعت لعمليه تبادل اراضي على مدار قرون، ان روسيا مش هترجع على الاقل كل الاراضي اللي استولت عليها بعد 24 فبراير من عام 2022، بس في استحاله. أنا بشكرك جدا. وأسهمت أمريكا هي طبعا هتكون صعبة على أوكرانيا إنهم يخسروا أراضي شاسعة في هذه المساحة، لكن لو في توصل لهذا الأمر روسيا تستولي على عدة أراضي وينهي القتال، دي هتكون هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع. لو في خلاف على هذا معناه استمرار القتال للأسف. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل مخائيل المحلل السياسي، كنت معانا من الولايات المتحدة الأمريكية.